بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا المصطفى الكريم. بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي تخلده دول المعمور في 8 مارس من كل سنة، يتقدم مدير ثانوية مناشيد الإعدادية بالرشيدية أصالة عن نفسه ونيابة عن جميع الأطر الإدارية والتربوية وكافة العاملين بالمؤسسة إلى جميع التلميذات والمدرسات وكافة العاملات بالمؤسسة، وإلى المرأة المغربية في كافة ربوع وطننا العزيز بأحر التهاني والتبريكات وأصدق الأمان بالتوفيق والنجاح والسعادة. وما الاحتفال بالمرأة إلا احتفال بالحياة وبالعطاء والبذل والتضحية في معانيها النبيلة وصورها الصادقة السامية. فالمرأة هي نصف المجتمع، وهي واهبة الحياة ومربية الأجيال، هي الأخت والبنت والزوجة والقريبة، وهي الأم التي خرج من رحمها كل كائن بشري. لذلك كرمها الله وأعزها وجعل الجنة تحت أقدامها وأوصى بالإحسان لها وبالرفق بها. فيسعدني أن أقدم لكن باقات فواحة من الامتنان والعرفان، متمنيا لكن حياة سعيدة ملؤها الأفراح والمسرات، راجيا من الله أن يوفقكن لما فيه خير خير البلاد والعباد. ولا يخفى عليكن اعتزازنا نحن إخوانكم في هذه المؤسسة، أساتذة وإداريين وأعوان، بكفاءتكم وحنكتكن في آداء المهام المكولة إليكن، وأحيي فيكن روح المسؤولية والاستقامة، وأنتن تزاولن أعمالكن في القسم والإدارة وكل مرافق هذه المؤسسة حسب مهامكن ومسؤولياتكن. فشكراً لكن على المجهودات التي تقمن بها، تقديراً للأمانة التي بين أيديكم والمسؤولية الملقاة على عاتقكن. وفي الختام، فإنني أهنئكن بيومكن العالمي وعيدكن الذي هو عيدنا، وكل عام وأنتن أرفع شأناً وأوطد مكانة، وكل عيد وأنتن جميعاً بألف خير. والسلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوان لكي لا باش ما تفوتناش يعني هذه المناسبة، تم التهنئات بهذه المناسبة وباسم جميع العاملين بها، أن نتقدم بتحية خالصة إلى الأستاذ مصطفى دابا، أستاذ مادة الرياضيات الذي وقف إلى جانب زوجته السيدة وفاء القاضي وساعدها كي تصل وتظفر بمنصب مستشارة برلمانية. ونوجه من خلاله إلى هذه المرأة المناضلة تحية إكبار، فألف وردة وألف باقة اعتراف وامتنان للأستاذ مصطفى دابا وإلى زوجته التي تجسد نموذج المرأة المغربية المنخرطة بوعي ومسؤولية في العمل السياسي إلى جانب أخيها الرجل. لا نضو تفضلوا 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 تفضلوا.